أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية، شرح الدرس الخامس يونت 6 كتاب الطالب صفحة 82 و83. Lesson 5 يونت 6 Let's be safe at home، دعونا أن نكون آمنين في المنزل. سميناها أمان البيت من الحوادث. الصفحة الأولى صفحة 82 من الكتاب الملون. Lesson 5 يونت 6 Listen and read. Accident at home. Accidents at home يعني الحوادث في المنزل. Most accidents happen in the kitchen. يقول أغلب هذه الحوادث تحدث في المطبخ. The bathroom الحمام or on the stairs. On the stairs على الدرج أو السلالم. Stairs يعني الدرج الثابت. Ladder ذاك الدرج المتنقل. Who has the most accidents؟ يعني من هم الذين يتعرضون إلى هذه الحوادث بالأغلب؟ Children الأطفال under the age of 4 الأطفال تحت سن الرابعة سنوات have the most accidents at home يتعرضون إلى الحوادث في المنزل. Why do children have accidents at home؟ يقول لماذا أغلب الأطفال يتعرضون الحوادث في المنزل؟ Young children do not know الأطفال الصغار لا يعلمون about عن the danger الخطر because بسبب they have لأنهم not learned لم يتعلموا هذا بالماضي not learned about the world around them لم يتعلموا من العالم المحيط بهم. They see هم يرون older children يعني أطفال الكبار and adults والبالغون doing things يقومون بأفعال and want to copy them ويريدون أن يقلدوهم. Keep electrical devices يعني حاول أن تبعد الأجهزة الكهربائية away from children يعني بعيدا عن متناول الأطفال. طلاب، هذه القطعة جدا مهمة، قريناها، راح تعرض إلى أسئلة كثيرة في التمارين القادمة. الصفحة اللي بعدها types of accidents يعني أنواع الحوادث. أول شيء عندنا falls اللي هو السقوط أو التعثر falls مثل ما موجود بالصورة هنا. Falls are the most common. يقول السقوط أو التعثر هو الشيء الرئيسي of accidents at home هو الشيء الرئيسي لحدوث هذه الحوادث في المنزل. Everyone على جميع should be careful أن يكون حذرا on the stairs على السلالم يعني عندما ينزل الدرج أن يكون حذرا من ذلك. Number 2 عندنا burns اللي هو الحروق. Children get burnt يعني يحصل على الحروق because they touch fires لأنهم يلمسون النار or hot things أو الأشياء الحارة. Young children الأطفال الصغار must not be left. Must يعني يجب أن يعني هذا عندنا إلزام. Not be left لا يتركون in the kitchen by themselves لا يتركون في المطبخ لوحدهم. اللي بعدها accidents with knives and glass يعني هنا عندنا حوادث متسببة يعني بالسكاكين أو الزجاجيات. sharp knives يعني السكاكين الحادة must be kept away يجب أن تبعد بعيدا from young children من الأطفال الصغار مثل ما موجود بالصورة هنا. glass cups يعني عندنا الأقداح الزجاجية and mugs break very easily تكسر بسهولة and young children والأطفال الصغار can cut themselves يعني يمكنهم أن يجرحوا أنفسهم can cut themselves يجرحون أنفسهم. الأخطار الأخرى other dangerous أخطار أخرى مثل إيش؟ مثل الأدوية والمنظفات. keep medicines and home cleaning يعني قم بإبعاد الأدوية medicines and home cleaning materials home cleaning materials يعني المنظفات المنزلية cleaning تنظيف materials المواد home cleaning materials يعني المنظفات المنزلية in safe place في مكان آمن away from children بعيدا عن أطفال they are very dangerous يعني هما يعني جدا خطيرة يعني هاي الأشياء الأدوية والمنظفات اللي هي تعتبر جدا خطيرة. اللي بعدها صفحة 83 محادثة. Listen to Wissam, Hibe and Basim talking about being safe at home يتكلمون عن الأمان في المنزل.
Let's write some rules about being safe at home. يعني دعونا أن نكتب بعض القوانين أو القواعد عن بقاؤنا آمنين في المنزل. That's good idea. تلك فكرة جيدة. Let's read accidents at home. دعونا نقرأ الحوادث في المنزل. Again, مرة أخرى, and make a list. ونقوم بعمل لائحة. Okay, you read and I will write. أنت تقرأين وأنا سوف أكتب. We can show our list. ويمكننا أن نرى لائحتنا. To عمار, إلى عمار. And tell him, ونخبره about dangerous things, عن الأشياء الخطرة. Rule 1, القاعدة رقم 1, is keep knives away, يعني ابعد أو احتفظ بالسكاكين بعيدا from young children, من الأطفال الصغار. Can you help us write the rules about being safe at home? يقول لك هل يمكنك أن تساعدنا بكتابة القواعد الأخرى على أن نكون آمنين في المنزل؟ نعم. صفحة اللي بعدها صفحة 83, تمرين مهم في الوزاري. طلاب علينا أن نحفظ هذا التمرين لأن تكملة الجمل هذه جدا مهمة. قلت لكم راح يجينا تمرين بالصفحات الأولى من هذا الدرس, فهذا التمرين عليه. Keep knives away from young children, يعني نكمل الجمل مثل ما أخذناها بالقطعة اللي قبلها. 2. Keep medicines, نعدنا إجابتين نقدر نقول in safe places. شوف in safe places نقدر نقول صحيحة أو نقول away from young children, يعني safe places يعني في أماكن آمنة أو away بعيدا عن متناول الأطفال, يعني أي واحدة تكتبهن صحيحات. اللي بعدها 3. Keep cleaning materials, يعني احتفظ بأدوات التنظيف أيضا in safe places, في مكان آمن, أو away from young children, أو بعيدا عن متناول الأطفال. Number 4. Don't leave young children, يعني لا تدع الأطفال الصغار in the kitchen by themselves, في المطبخ لوحدهم. Number 5. Be careful on the stairs, على السلالم أو على الدرج. Number 6. Hot things, الأشياء الحارة مثل القدر أو أي شيء حار على النار. Can burn, يعني يمكن أن يحرق أو يجلب لك الحرق. Number 7. Keep electrical device. Keep electrical device, يعني قم بإبعاد الأجهزة الكهربائية away from children. شوف طلاب, يعني هاي الجملة away from children تكررت عندنا في كثير من النقاط. يعني from children, away from, يعني نفس الجمل بس ضيف عليها away from, بعيدا عن. وهذه الجملة اللي بعد هاي from the young children, يعني ما أعتقد أنه صعب عليك أنه تحفظها, فهاي إذا حفظتهن تقدر تجاوب على السؤال بسهولة. يعني هذه أسهل طريقة لحفظ هذا التمرين. اللي بعدها صفحة 83, the rules are being broken in these pictures. يقول القواعد اللي أخذناها قبل شوي, يقول هنا قد كسرت القواعد. شوف being broken in these pictures, write the rule number, اكتب يعني رقم هذه الخروقات احنا نقول عليها. Number 1 هذه اللي أخذناها قبل شوي, فرح نكتب الحل وأشرحها لكم. التمرين اللي قبل تكلمنا عن الأشياء القواعد والخروقات, فهنا راح تكون عندنا كالتالي. رقم 2 بذاك التمرين keep medicines away, number 2 هذا. شوف الطفل جاي يلعب بالأدوية, فلازم تكون keep medicines away رقم 2. اللي بعدها طفل يلعب بالسكين, keep knives away, نكتب رقم 1. اللي بعدها تكون number 6 اللي هي hot things can burn, hot things can burn. اللي بعدها تكون رقم 3 عندنا اللي هي keep cleaning materials away, هذا الطفل يلعب بالمنظفات المنزلية اللي هي الكلور وإلى آخره. Keep cleaning materials away. أنا كتبت لكم هذه تاعت كل صورة حتى تكون على بينة. أنت مطلوب منك بس تخلي الرقم الموجود حسب ما موجود بالتمرين اللي قبله. إلى هنا أعزائي الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم. نلتقيكم في الدرس الخامس, يونت 6, حلول تمارين هذا الفصل. We'll be right back.